ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. ما انت مش هتفضل عايش لفترة طويلة، انا حطيت لك سم في القهوة اللي انت شربتها من شوية، وطبعا مفعول السم ده طويل، يعني قدامك ساعة وهتطير للسماء. ولحظتها اتصدم سالم وهب واقف عشان يخرج من المكتب ويتوجه لأي مستشفى عشان ينقذ نفسه، ولكن وقفه فارس على باب المكتب لأنه وقف في طريقه عشان يمنعه من الخروج، واتكلم بابتسامة خبيثة وقال: انت فاكر هسيبك تخرج وتبوظ لي كل اللي خططت له؟ يا فارس يا ابني ما تكررش غلطة ابوك عملها زمان، سيبني يا ابني اخرج، امضي على الوصية وانا هسيبك تخرج. فرجع سالم لمكتبه وهو بيمشي بصعوبة ومسك سماعة التليفون عشان يستنجد بحد، فبص له فارس وقال له: نسيت اقولك فصلت الحرارة من القصر كله ومحدش هيقدر يساعدك غيري، اسمع كلامي ونفذ اللي بقولك عليه. وحس سالم بألم في جسمه كله ومفيش حل قصاده غير ان ينفذ اللي طلبه فارس، فقرب من الورق عشان يمضي، وابتسم فارس ابتسامة نصر وقال: ايوه كده عرفت مصلحتك فين. ومضى سالم على الوصية ورمى الاوراق في وش فارس بمنتهى الغضب وقال بحزن: صحيح دايم تدان، اللي عملته في ابويا واخويا زمان اتردلي فيك. ولحظتها بعد فارس من طريق والده وفتح له الباب عشان يخرج وهو بيقول له: خلاص خدت اللي انا عايزه، دلوقتي تقدر تخرج. وبص له سالم بنظرات حزن مشحونة بالكتير من الغضب والندم، وخرج من القصر وهو بيمشي بصعوبة وحاسس بألم في كامل جسمه، وركب عربيته عشان يتوجه لأقرب مستشفى لإنقاذ نفسه، وساق بأقصى سرعة ولكن حس بدوار وألم شديد بيعتصر جسمه، فحس بإن نهايته قربت وحاول كتير إن ينطق الشهادة ولكن ما قدرش يكملها، وانتشر السم في كامل جسمه وفقد الحياة، واصطدمت العربية في شاحنة كبيرة وانقلبت 4 مرات وبعدها انفجرت وولعت بسالم. وبنروح لفارس اللي كان قاعد في مكتب والده على الكرسي بتاعه وماسك أوراق الوصية وبيبتسم بخبص وفرحة، ولكن جاله اتصال وبلغوه بأن والده اتوفى، ففرح جدا بالخبر ده لأنه خلاص بقى الوريث الوحيد في عيلته، وقال بفرحة: كده انتهيت من أول عقبة في حياتي ولازم ارجع فرح تاني لحياتي، بس مش قبل ما انتقم منها، كانت فاكرة انها هتقدر تموتني بالسهولة دي، لا لازم اعرفها انا مين وازاي تتجرأ وتحاول تقتلني. وقام فارس ودخل لأوضة عمته ولقاها قاعدة على سريرها وهي لسه بتبكي، واول ما شافته جريت عليه وقالت ببكاء: هتسيبني اسافر وارجع لعيالي امتى يا فارس يا ابني؟ ومين قالك انك هتخرجي من الاوضة اصلا؟ انت فاكرة اني هسيبك تبوظيلك كل حاجة بعملها؟ ولو خرجتي من هنا مش هتخرجي على رجليكي، تعرفي يا عمته لو مش محتاجك كنت خليتك حصلتي اخوكي. انصدمت بهية وقالت: اخويا سالم ماله؟ كان دايما بيهددني بانه هو هيحرمني من الورث، وكنت لازم اسمع كلامه في كل حاجة عشان ما نحرمش من الورث، والنهاردة قتلته
عشان أورث كل حاجة، وتهديداته كلها هتندفن معاه. وعلى فكرة يا عمته، خليته يمضي على وصية بأن جميع ما يمتلك من عقارات وشركات وفلوس هتبقى بتاعتي أنا وبس، ولا أنتي ولا عيالك ليكوا فيها ولا حتى الست فرح. فصرخت بهية بأعلى صوت ونزلت دموعها زي الشلالات، لدرجة إنها ما تحكمتش في رجليها ووقعت في الأرض من شدة صدمتها. لما عرفت إن هو قتل أخويا سالم ما حسيتش بنفسي، حسيت إن أعصابي كلها اتشلت ورجلي مش شايلاني. شفت في عيون فارس الشر، حسيت إني واقفة قدام شيطان مش بني آدم طبيعي. بس قلت لنفسي سالم هيحصد إيه من ابنه غير الشر؟ سالم كان السبب في موت أبويا بنفس الطريقة اللي ابنه قتله بيها، هو عملها زمان مع أبوه. ووقتها لما اكتشفت هددني بسرعة إنه هو هيحرمني من الورث، عشان كده عملت خطة معاه على أحمد ونادية. مش كده وبس، لأ ده خلى أبويا يمضي على وصية قبل موته بإنه هو المسؤول عن كل ما يملك وليه التصرف في كل ممتلكاته. وبرضو وقتها طوعته وما خفتش على نفسي، أنا كان كل خوفي عليك أنت وأختك يا ابني، ملكمش ذنب تتحرموا من حقكم. قالت كده بهية وهي بتحكي لمنير اللي كان بيسمع لها وحاسس بكم هائل من الصدمات، ورجعت وكملت اللي حصل. وبصلي فارس بكل برود وكأن كل أحاسيسه ومشاعره اتجمدت، وبصيت له وانا ببكي وبصرخ فيه وبقول له انت بكل دم بارد قتلت ابوك، ابوك اللي كان بيحاول يساعدك وعمره ما حسسك بموت امك، ابوك اللي انقذك من حبل الاعدام ومع انها بنت اخوه جوزها لك من خوفه عليك، ابوك اللي كان عايش عشان يحميك من بلاويك اللي كنت بتعملها يا فارس. هس اسكتي، انت فاكره كلامك ده هيغير اي حاجه جوايا؟ بس تعرفي احلى حاجه اخوك عملها ان جوزني فرح. كنت الاول بحب اني اعذبها وبس، كنت بحس بشعور الانتصار كل ما بسمعها بتتوسل اني اسيبها في حالها. حتى نومي اللي كان معاها بالغصب كان انتقام منها ان انا اتجوزتها، بس مع الوقت حبيت وجودها معايا، حبيت اشوفها دايما ضعيفه قدامي. بس ابنك الندل ساعدها في الهرب مني، لسه الدم ما انتهاش، لسه الدور على ابنك جاي. ابوس ايدك يا فارس، بلاش ابني فرح، هي اللي ضحكت عليه، اعمل فيا اللي انت عايزه. بس ابني لا، انا مستعده ابقى عبده ليك، بس بلاش تاذي ابني يا فارس. ما تخافيش، انت وابنك هتموتوا قريب، ما تستعجليش. وضحك فارس وبعدها خرج وقفل الباب وراه وساب عمته قاعده على الارض وبتبكي وهي ندمانه على كل الحاجات السيئه اللي عملتها زمان، وبقت تصرخ بصوت عالي وهي بتقول سامحني يا احمد يا اخويا، سامحيني يا ناديه، سامحني يا بابا، انا ظلمتكم كلكم، كل حاجه بتحصل لي دلوقتي غضب من ربنا عليا، يا رب احمي ابني، يا رب انا اللي غلطت، عاقبني انا يا ربي. اما فارس بعد ما ساب عمته وهي بتصرخ وبتندب نزل لتحت ولقى الحارس داخل القصر وهو بيجري بسرعه وبيقول فارس باشا الحق يا فارس باشا، في ايه يا زفت؟ وقبل ما يكمل كلامه قطعه صوت وهو بيقول اتفضل معانا يا فارس بيه. ارتبك فارس لما شاف قصاده الظابط ومعاه بعض العساكر، فقال له اتفضل يا باشا، بس ممكن اعرف حضراتكم جايين ليه؟ والدك عمل حادثه والعربيه ولعت بيه وقدرنا نطلع جثته من العربيه، والمفروض حضرتك تيجي معانا تستلمها. ارتاح فارس بعد سماعه للكلام ده، ولكن اضطر ان يتظاهر قصادهم بالحزن عشان ما ينكشفش، ونزل على الارض وبقى بيتكلم وكأنه بيبكي وهو بيقول بابا سبتيني ليه يا بابا، سبتيني لوحدي ليه، ما عادش ليا حد خلاص. فنزل الظابط لمستواه
ووضع ايده على ظهره عشان يواسيه، وهو بيقول له اجمد يا فارس بيه. وبدأ فارس يقنع الضابط بانه الابن الحنون، وكمل تمثيله وهو بيقول انت مش عارف يا باشا قد ايه انا متعلق بيه. بس قول لي يا فارس، هو الباشا كان بيخرج كتير من غير سواق؟ لحد علمي ان هو ما بيتحركش حركة واحدة من غير سواق. اصلي يا باشا كان عنده مشوار ضروري ومستعجل، والسواق كنت بعته مشوار، والتاني كان اخد اجازة وراح البلد بتاعته فاضطر يمشي بسرعة. طب الباشا كان متعود يشرب ويسكر قبل ما يخرج من القصر؟ بيشرب ازاي؟ مش فاهم. اصل الشهود اللي كانوا موجودين وقت الحادثة لما سألناهم قالوا ان اللي كان سايق كان ماشي بسرعة كبيرة وفجأة دخل في اللي قدامه. بابا كان مريض قلب يا باشا، ممكن يكون تعب عشان كده عمل الحادثة. ممكن. ماشي يا فارس بيه، تقدر تغير هدومك وتيجي معانا عشان تستلم الجثة. ولحظتها اتنهد فارس بارتياح شديد، فكان من شوية حاسس بالخوف ان الضابط يكشف امره، فطلع لقطه عشان يغير هدومه، ولكن اتفاجئ في طريقه برندا زوجة ابوه وهي بتوقفه وبتتكلم بخبص. انا سمعت كل كلمة قلتها لعمتك وعرفت انك قتلت ابوك، وطبعا زي ما انت عارف الشرطة تحت، ولو نزلت دلوقت وقلت كل اللي اعرفه اكيد هيتلف حوالين الرقبة دي حبل المشنقة. ايه رأيك انزل ابلغ عنك ولا هتعمل اللي اقولك عليه؟ ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه في تاني؟ اسرار هتكشفها بهية لمنير، وفارس ناوي يعمل ايه؟ وازاي هيسترد فرح؟ وايه هي دوافعه اللي موصلاه للاستماتة في الوصول لفرح؟ كل ده في حلقتنا اللي جاية. اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.